احنا جايين نوصل رسالتنا للحكومة واصحاب القرار، لانه احنا كنا ضحية الانقسام التي استمرت 14 سنة لحتى الان، واحنا لا راتب ولا مصدر رزق. احنا موظفي عقود وزارة العمل 2005 التي تم ايقاف عملهم في 1/7/2007 ايام الانقلاب. شو بتعملوا حاليا؟ حاليا قاعدين كل ما بيقولوا في مصالحة ولا في حكومة جديدة بنيجي بنعتصم على أمل إنه نرجع لعملنا. يعني 14 سنة وإحنا بنعاني من الدل والهوان والشباب اللي تشردت منهم، هذا العدد مش كله كمان الموجود، العدد أغلبهم اللي هاجر، والشباب اللي هنا اللي بنتشر في السوق واللي بنتشر وراء البسطات واللي بمشي من هان لهان، وإحنا على أمل إنه نرجع لعملنا بالرغم إنه إحنا كنا عقود 400 عقد، 200 في الضفة و200 في غزة، اللي في الضفة تم تثبيتهم واللي في غزة ما حدا دور عنهم، حتى في عقود كانت لوزارة الشؤون الاجتماعية في غزة تم تثبيتهم، إلا عقود وزارة العمل التي تم إيقافهم عن العمل ولا حد ينظر إليهم. هي صحيح مش أول فعالية، يعني إحنا تقريبا على مدار 14 عام ما تركنا أي فرصة ولا نطرق باب إلا وطرقناه نطالب بحقنا. إحنا كل هذه الفعاليات بننفذها وراء شعار واحد، مضاء حق وراءه مطالب. إحنا يعني موظفين في وزارة العمل تعيننا بطرق رسمية وعن طريق مقابلات وامتحانات، وتم فصل بقرار تثبيتنا 1/6/2007، وبدأنا فعليا بالإجراءات وفتحنا حسابات في البنوك، لكن حال دون تثبيتنا ما حدث في عام 2007 اللي هو الانقسام. تواصلنا مع وزارة العمل فحكونا انه التزموا بقرارات الشرعية وان شاء الله ما بضيع حقه. شو اللي بخليكم تطلعوا دائما بتطالبوا بحقه؟ شو هل وعدوا؟ لانه احنا اصحاب حق، وتم وعدنا من اكثر من وزير انه التزموا بقرارات الشرعية ولن يضيع حقه، من خلال مسؤولين تواصلوا مع رام الله وتواصلوا مع الوزير. في 2014 لما صارت حكومة الوفاق كان الوزير مأمون أبو شهلة تبنى قضيتنا وحكى حقه إن شاء الله تتثبتوا وانتظروا، وبعدين أنت شايف وضع البلد، يعني حكوا لن يحل ملفكم إلا تحل قضايا غزة كلها. طب قضايا غزة إحنا بننتظر يعني الآن، وملفنا حاليا موجود في رئاسة الوزراء ومعهم علم موضوعنا، حتى الوزير العمل حاليا نصر أبو جيش معاه خبر بأمر عقودنا، وإحنا كنا 93 أسرة، يعني مش هالعدد المهول، يعني من 400 عقد كانت مناصفة بين غزة والضفة تم تثبيت عقود الضفة الغربية، إلا غزة اللي إحنا لحد الآن متبقين 93 عقد ومتمسكين بحقنا، ونناشد الجميع بإنصافنا ورفع الظلم ورفع مظلمتنا. ولذلك يجب أن تكون الانتخابات ملمة لكل الفلسطيني من غزة للضفة. بنطالب الجميع في غزة أو في الضفة أو في أي مكان من مسؤولين النظر إلينا وإلى مشكلتنا، في حالة أنه إحنا بنسمع وبنأكد إن شاء الله بتم الانتخابات وبتم لم الشمل الفلسطيني، فبنطالب جميع الإخوة وجميع المجتمعين وجميع اللي بقوموا على هذه المواضيع في الانتخابات أنه ينظروا إلينا نظرة وإرجاعنا وتثبيتنا كما ثبتوا إخواننا في المحافظات الشمالية. Thank you.